قديش إلي جي مصورة. يا مرحبا جميعا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير، واليوم جات لكم فيديو جديد وفلوق جديد. اليوم الفيديو حيكون تجربة أولى إلي، لأول مرة بعمل هيدا الشيء، ويمكن تكون كمان أول مرة لكم، فيلا خليكم معي. اوكي هلا نحن مصرين هون مش عارفين شو بدنا نتغدى، فعم بشوفوا هون لوين بدنا نروح عشان نتغدى. واخيرا عرفنا باي مطعم بدنا ناكل، حناكل عند بولدور. هيا بنا فرجيكم على شيء كثير عيب انا اسا كنت عم شوفه. لحظه ليكو ليكو مش لابسين فروجه ولا غير هيك. انا بدي فرجيكم على شغلي كمان غلط. ليكو 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 بقى عم بخلوني احس انه انا سينجل مثلا. ليكو 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 انا بفرجيك عند امي. انا هون ناطره الاكل. امتى بده يجي؟ اجا؟ لا ما اجا. يا الله بيم عم تاكل فرج بلا احترام. انت كمان عم تاكل فرج بلا احترام. يس لبسه لحظه بليز. برافو هاي فايف هاي فايف داون لو تسلو. بلجأ لمين في شدتي؟ ليكو مثلا فروجي محترم لابس مغطى غير اللي لهم. هلأ خلصنا غدا ورايحين على تجربة لأول مرة اللي هي درام رولز بولينج. هلا وصلنا على لاسال. هلا وصلنا على لاسال اللي بدنا نلعب فيها بولينج. بس اول شيء افرجيكم من برا بعدين من جوا. ليه بعدهم بالسياره؟ ليش السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا. Can we help you with something؟ بدنا نلعب بولينج. يلا. يلا. تفضلي. أهلا. Let's eat and play. لا بس play هلا كمان. حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين يرجى ارتداء كمامة قبل الدخول. أول ما فتت شفت شيء مش طبيعي اللي هو هيدا. لكل حد ما أحلاه. ليكو 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 بولينج كومفي جيمز نايس. طب انا ولا مرة مسكي هيدا الشيء. كيف بحب يمسكون؟ ايه؟ يلا 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 فكرة ويوزي هاي
You like Mimi? Nice. يلا تصوري معه. That's cute. Come on, يلا. Nice. Interesting. Welcome. Bye. Bye. هاي أول مرة بلعب بولينج. يلا. يلا you have a second shot. You have a second shot. هتلعب من ورانا يا ريم. بس هذه كانت ايه خدي واحدة. Look at the numbers. 7 10 11. Okay, 7 it is. Yeah. It's okay. Your first three. Your first three cones. يلا. هالمرة حربة. يلا. Thank you.
أمي بالرحمن. ستيل سبعينك. أنا خسران. برا. يلا. نزلت شيء؟ يلا فطر. فيشل فيشل. الكاميرا على الموضوع. Finally, finally. مع الأسف طفت الكاميرا فما قدرت أصور لكم كل شيء. I'm really really sorry. أعتذر منكم جدا. أنا آسفة. أنا آسفة. المفروض إنه نحنا خلصنا ورايحين على البيت، بس بدنا نأكل كوكتيل من عند كوكتيلا.
فنزلت معه واكيد ما رح ضيع الفرصه وحاشرب عصير. بعد ما خسرت انا زعلان انا زعلان من غيرك اسمعني وراد ضميرك لو عادت تسيبني من غير انا والله حموت. ليكو قلبهني بدهم كوكتيل كوكتيل ليكو ليكو كوبايتي ليكو كوبايتي ما احلى. صورني صورني هيدا الشيء هلا قبل ما ادوق كثير طيب جوزال. وهيك بكون خلص الفيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم، ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس وان شاء الله بشوفكم بالفيديو او الفلوج اللي بعده. باي.